مفاجأة، شاكيرا ترتدي الحجاب احتفالا بالكريسماس وحسنها فيه سحر الجميع، والصدمة بما ابتدأوه أبناؤها. احتفالا بالكريسماس نشرت المغنية الكولومبية صورة جديدة ليها برفقة أطفالها في الصحراء عبر حسابها على تويتر، وظهرت شاكيرا وهي طائر جارح على يدها مرتدية الرأس، بينما يرتدي أبناؤها العقال العربي فوق رؤوسهم. وعلقت شاكيرا على الصورة في الكريسماس: نتواجد بالصحراء نبحث عن الصفاء. ويبدو أن النجمة العالمية الكولومبية شاكيرا تخطت أحزانها بسبب انفصالها عن لاعب كرة القدم الأسباني جيرار بيكيه، حيث ظهرت في صورة حديثة وهي تستمتع بوقتها في البحر أثناء انشغالها بدروس ركوب الأمواج مع مدربها. وكشف تقرير صحفية إن شاكيرا بتعيش قصة حب جديدة مع شاب أصغر منها ب21 عام. وذكرت صحيفة نيسترو دي باريو إن حياة شاكيرا باتت أكثر هدوءا بعد التراث التي عاشتها خلال الأشهر الماضية من جراء انفصالها عن بيكيه. ورجحت إن شاكيرا البالغة من العمر 45 عام وجدت الحب من جديد، وهذه المرة مع مدربها في رياضة ركوب الأمواج. وقالت الشاب الذي لا يتجاوز عمره 24 سنة ظهر معها في صور عديدة، وكانوا قريبين جدا من بعضهم البعض، ولم يستبعد مصدر أن يكون الأمر مجرد صداقة قوية تجمعهما. ومؤخرا توصل بيكي وشاكيرا إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهم من برشلونة إلى ميامي في الولايات المتحدة. ومؤخرا تحدثت شاكيرا حول انفصالها عن لاعب برشلونة جيرار بيكي الذي وصفته بأصعب لحظة في حياتها خلال حوارها في مجلة الإيل. أصدقائي الأعزاء، لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو، وشفت قناتي أول مرة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.